السلام عليكم، راح اتكلم معك حقيقة. قلت ما جاتكم اليوم بمقطع جديد، مقطع عبارة عن اغرب المنتجات الموجودة بالسوبر ماركت رقم 13 او 14. قبل ما نبدا المقطع يا جماعة خليتسون الصلاة على النبي اللهم صل محمد، وايضا يا جماعة خليتسون فلسطين من دعواتكم. فقبل ما نبدا المقطع لايك واشتراك وتفعيل جرس التنبيهات ما بيطلع لكم مقطع. خلونا نبدا باول منتج يا جماعة الخير. الحين نروح لأول منتج من شركة تاكوس. هذا طبعا جبتها بنكهة جديدة، رقائق التورتيلا بنكهة الفاهيتا الاصطناعية. فهذا هو شكله يا جماعة الخير، فخلونا نجربه ونقول بسم الله. خلونا نشوف. اوف اوف اوف، هذا شكله يا جماعة الخير مثل ما انتم شايفين، واضح انه حار. خلونا نقول بسم الله ونجربه. حلو والله، قريبة يعني، قريب شوي للتاكوس العادي. طعمه كان به مكسرات، والله حلو. طبعا هذا شكله اللي يشتريها او شاي. شوفوا هذه يا جماعة الخير، شوفوا هذه يا جماعة الخير، تخوف تخوف، واضح انها حارة قوة. خلونا نجرب بسم الله. حتى حرارة والله خفيفة ترى، الشكل يخوف بس ما هو بحار، مو بلمع حرارة بعد. حتى تعرفون اللي يعطيك لذعة حرارة، ما به ولا نقطة حرارة. طيب يا جماعة الخير مثل ما انتم شايفين هنا فيه درجة حرارة الشيبس مكتوب حار جدا. فصراحة في لذعة خفيفة مرة 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 خفيفة، يعني التاكوس العادي احار من ذا بكثير. بعد يا جماعة الخير سعره 12 وحول 13 زي كذا، تقريبا 75 هللة وزي كذا. طبعا شريته بعد التخفيض، فعشان كذا يعني يمكن بدون تخفيض تلقونه اغلى بعد. فيا جماعة الخير يعني بدون تخفيض عادي تلقونه مثلا ب 25 او ب 27، يعني مرة مرة غالي. فلقيته انا بتخفيض ب 12 ريال، قلت خلنا نجيبه وشكله جديد بعد، قلت خلنا نجيبه ونجربه مع بعض. فيا جماعة الخير هذا المنتج الاول وراح اقيمه 9 من 10. الصراحة مرة مرة رهيب، ولو شفته مرة ثانية ممكن اني راح اشتريه، ولكن من سعره هي اللي يعني ما تخلينا اشتريه، لانه 25 احس مبالغ فيه الصراحة. يعني صح انه مستورد، صح انه يعني من شركة معروفة وزي كذا، بس ما ادري تحس غالي شوي عاد، يعني مستورد بس مو بهالدرجة يعني. طيب يا جماعة الخير الحين نروح للمنتج اللي بعده واللي هو من نفس الشركة، شركة تاكوس. هذه مكتوب رقائق التورتيلا بنكهة الجبن والهلابينو بالفلفل الحار الاصطناعية. طبعا هنا مثل ما انتم شايفين درجة الحرارة حار بس، هذا حار جدا اللي تو، اما هذا حار بس، يعني اللي قبل هو احر من ذا. هذا بنكهة الجبن والهلبين. اوه شوف شكله مثل ما انتم شايفين، هذا شكله احس لو ما حطوا هلبينو احس احسن، يعني مثلا بس جبن وحار احسن والله من يوم حطوا هلبينو. والله ذا احر من اللي قبله، مكتوب هنا حار بس هذاك حار جدا، وهذا احر من اللي قبله. والله حلو صراحه، بس انا اقول لكم لو انهم مخرين بس الهالبينو احس بيضبط، يعني يكون حار وجبن احس يتغير طعمه للافضل صراحة. حتى ذا بعد سعره ب 12 او 13 تقريبا، مثل ما قلت لكم بدون تخفيض يوصل 25 27 ريال زي كذا. ف صراحة على سعره 12 مع التخفيض يعني احساسي انه ما يستاهل صراحة، لانه مو بذاك اللي صراحة، والهلبينو مخربة الطعم.
انا اصلا مو مره احب هالبير، فعشان كذا مخرب الطعم. فبالنسبه لي صراحه راح اعطيه تقييم 7 من 10، 6.5، 6.5، 6.5 من 10. طيب يا جماعة الخير، الحين نروح للمنتج اللي بعده واللي هو من شركة اكستريم ساور. طبعا يا جماعة الخير مثل ما انتم شايفين، مثل ما باين لكم، هذا سعره ريالين، فهذا حلاو حامض. فخلونا نجربه كذا، شكله من داخل على على شكل اكياس بسطة الحلاوة. خلونا نبدأ بالأزرق، خلونا نبدأ بالأزرق. هذه يا جماعة الخير نكهته توت أزرق. والله رهيبة مرة هذه توت الأزرق. والله العظيم رهيبة رهيبة رهيبة. راح نقيم لون لون، بعدين اعطيها بالمجمل يعني المنتج كامل. صراحه حلوه صراحه، وراح اقيمه 9.5 من 10 او يمكن 10 من 10، 10 من 10. والله تستاهل ذي، مثل ما قلت لكم راح اقيم لون لون، وبعده راح اقيم بالمجمل بالمنتج كامل ككل يعني. يا جماعه الخير مثل ما انتم شايفين هذه النكهات الثانيه. طبعا هنا عندنا ليمون، عندنا هنا كرز، وعندنا هنا تفاح. فخلونا نبدا بالكرز، احس طعمه. بس التوت احسن. حلو والله، راح اقيمها 8.5 من 10، تستاهل والله. يا جماعة الخير الحين نروح للليمون، خلونا نجربه. وشوفها بالبداية تلخمك بطعم غريب، طعم وشو ذا، ثم فجأة يطلع لك طعم ليمون، بعدين حموضة، بعدين حلو والله. حتى هذه 8.5. الحين نروح لاخر اخر حلاوة او اخر نوع او اخر نكهة، اللي هي طعم تفاح. حلوة بس اخي اسهل. راح اقيم التفاح 6.5 من 7.5 من 10. طيب يا جماعة الخير تقييم ككل يستاهل 8.5 من 10 أو 9، والله يستاهل صراحة. يا جماعة الخير حنا نروح للمنتج اللي بعده واللي هو من شركة هوك. طبعا يا جماعة الخير مكتوب هنا لفائف ويفر الكوكيز والكريمة. طبعا يا جماعة الخير هذه يعني باختصار بنكهة الأوريو. خلونا نفتحه ونطلع حبة مثل ما انتم شايفين، هذا هو الشكل. فخلونا نجربه ونقول بسم الله. حلو والله. طبعا سعره 9 ريال. حلو والله. فيه يمكن والله مدري كم حبة، فيه كثار صراحة. حلو والله، النكهة معطي نكهة. الكريمة معطي نكهة. هنا نكهة مو بنكهة الأوريو، مكتوب هنا بنكهة كريمة. فهذا المنتج الكم الخام الرابع، وراح اقيمه 8 من 10. صراحه يستاهل هذا تقييم، وما اتوقع اني راح اشتري مره ثانيه. زين شين هو، بس انه 8 من 10 صراحه يستاهل هذا التقييم.
نروح للمنتج اللي بعده وهو منتج اكثر منتج متحمس له من المنتجات كلهن، اللي هو مشروب دكتور بيبر. هذا المشروب من زمان بدي اجربه فحصلته وسعره 7.5 ريال. فخلونا نفتحه ونجربه. ريحته كراز. جماعة خير، بكبه وبشوف لونه او بصبه. اوه طعمه لونه زي البيبسي، كاني اصب بيبسي. فخلونا نجربه ونقول بسم الله. طبعا الريحة رهيبة مرة مرة مرة. طعم كراز، حلاوة الكراز. إذا لقيت صورتها بحطها لكم هنا تلقونها. حلو صراحة، بس إنه ما أدري وش بو شيء مخربوه. أحس نكهة الكراز قليلة، يعني لو مكثرين النكهة نكهة الكراز أحسن تكون أحسن. والله حلو صراحة، ما توقعته. هذا هو المنتج الخامس وراح أقيمه 9/10. صراحة يستاهل والله. لو شفته مرة ثانية ممكن صراحة اشتريه. صراحة حلو وطعم الكرز رهيب مرة مرة مرة. بس يعني نقطة، بس لو انهم مكثرين الكرز يكون احسن صراحة، مكثرين النكهة يعني يكون احسن والله. تخيل الحين نروح للمنتج اللي بعده واللي هو مشروب طبعا بنكهة توته الأزرق. طبعا يا جماعة الخير هذه الشركة نفس شركة ذا، فخلونا نجربه ونقول بسم الله. خلونا نشمه. حلو والله الريحة. يا جماعة الخير خلونا نشوف لونه. اوه شوف يا جماعة الخير لونه أزرق. يوه والله رهيب، تحمست والله اجربه. فخلونا نجربه نقول بسم الله. كأنه ريتا ازرق بس انه اخف واكثر غازات. والله لونه رهيب، انه هو صراحة يعني كذا ما ادري شلون طعمه. هو زين بس مو شيء مخرب، ما ادري وشو. بس اللون 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 مرة رهيب، رهيب مرة. خلونا نقيمه جماعة الخير. هذا المنتج الأخير وراح أقيمه 7/10. صراحة يستاهل هذا التقييم، يمكن اقل بعد 6.5. زين، هو زين بس انه بو شيء مخرب، غازاته كثيرة وبو شيء مخرب، ما ادري وش هو. هذا هو المنتج الاخير، مثل ما قلت لكم راح اقيمه 7 أو ممكن 6.5/10. سعره يا جماعة الخير 7.5، فصراحة على سعره ما احسه يستاهل صراحة على الطعم. وبس هذا كان مقطع اليوم، عشان في مقطع لا تنسون تضغطوا لايك وتشتركون تفعلون جاستن بهاتي اذا عجبكم هذا المقطع. ما بيطلع عليكم مقطع، اشوفكم ذنب المقاطع الجاية. قبل ما نقفل لا تنسون فلسطين من دعواتكم، من دعواتكم. فبس ما بيطلع عليكم مقطع، اشوفكم ذنب المقاطع الجاية. السلام عليكم.